يعني الناس اللي هيقولوا لنا الجودة عشان نغني. أنا وفرقتي الموسيقية نشكرهم من العمق حقيقة يعني، وأرجو يعني الله يخليكم أنتم. الفنان ما بينزل من السماء، بيطلع من وسط الناس. الناس الحريصين على بلدهم وعلى أغاني بلدهم هم اللي بيعالجوا الفنان، لأن الفنان لو بقى صفوي، فنان صفوي ما بينفع تطلع من الشعب يعالجك الشعب، تعيش في الشعب تموت.